السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسم الكريم؟ اليوسفي أحمد العام سيدي. اليوسفي أحمد. نعم سيدي. أنت من الرباط ولا الدار البيضاء؟ لا من الدار البيضاء. من الدار البيضاء. أيه. والأصل ديالي سوسي. مشرفين. من تافراوت. مشرفين. بالضبط. مشرفين. نعم سيدي. واش جيتي دير في المعرض؟ جيت كنقلب على الكتب الأمازيغية والعربية الدينية يانسي سويت فهمتي والفرنسية واللي كان اللي عجبتني ولكن خصوصا جيت على الأمازيغية. المهم تدخل. نعم. وتخرج. نعم. تقل شويه على قبل على قد جيبك على قد جيبي على حسابي على حسابي يلاه جيت. وشنو هي نوعيه الكتب اللي بغيت مثلا الكتب اللي كيتكلموا على الامازيغيه والاسماء ديال سميتو الحروف ديالها والاسماء ديال الحيوانات والاسماء ديال السمك هذا هو اللي كتقلب عليه انت هذا هو اللي كنقلب عليه انا الضاله ديالك كاينه في هادشي 50%. واش هي الكتب الاخرى اللي يمكن تاخذها؟ الكتب الاخرى الدينيه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم السيره والسيره النبويه هي هذيك السيره النبويه وعلى الثقافه العربيه والثقافه الفرنسيه والثقافه لا كنهتم بكل شيء ولكن غالبا على الامازيغيه اللي هي مازال ما طلنصاتش المغرب. اش كدير في حياتك؟ انا سميت متقاعد. متقاعد؟ نعم سيدي. فاش من ميدان؟ ميدان ديال الحيسوبيين. نعم. انتما تعطينا الحسابات. الحسابات الخاويه تما الناس كي لا الناس يخديو غرض انت تحسب. وانا نحسب هذا الشيء اللي كان العام سيدي. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. الله يحفظك ويرعاك وشكرا جزيلا. الله يبارك فيك. شرفنا بك. واخا. الله يكبر بك.